اليوم رانا في نشاط دوري اللي هو الدورة 15 من نشاط اسمه صباح الجمعيات اللي تنظم فيه أوركشن، منصة أوركشن الأنشطة المفتوحة. هذا النشاط يعني يضم أهم وأبرز الجمعيات في ولاية عنبة لتجتمع كل مرة على موضوع تناقشه وتلقى الحلول وتلقى تقترح الاقتراحات اللي تنشط بها الساحة الثقافية والساحة الجمعوية وتطرح بها للأمام. موضوع هذه الدورة اللي هو كيفية تتمين النشاطات الجمعوية الكبرى، خاصة أنه احنا على يعني مشارف سنة 2023 وعنابة هي رقمها 23. مدى بينا العام تاع العام المقبل راح يكون عام عنابة إن شاء الله، راح نعطيه ثقل كبير ووزن كبير للنشاطات. مدى بينا تكون نشاطات نوعية، تغطية تاعها أيضا لازم تكون نوعية على قد هذه النشاطات يعني. وإحنا أيضا ننتظر في صدور القانون الجديد، قانون الجمعيات، اللي ممكن راح يعطي دعم كثير للمجتمع المدني ويفتح له آفاق أخرى ويسهل له أمور إن شاء الله.